توصل نادي سيلانغور الماليزي لاتفاق مع المدافع يزن العرب لتمثيل صفوف فريق كرة القدم لموسم واحد، وكان سيلانغور قد دخل في مفاوضات مع يزن العرب قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العرب، قبل أن تتجدد هذه المفاوضات التي وصلت لاتفاق رسمي بين الطرفين على كافة تفاصيل العقد. وستكون محطة سيلانغور وتعتبر تجربة احترافية هي الأولى في مسيرة يزن العرب الذي لم يسبق له اللعب لأي فريق خارج الأردن. 3-2 ما بين الوحدات والشباب الأردن. يواجه المنتخب المصري غدا نظيره التونسي في افتتاح منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر. وكان المنتخب المصري قد تأهل لهذا الدور بعد تخطيه منتخب النشامى في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويسعى منتخب الفراعنة لتقديم مباراة جيدة تشفع له في التأهل للمشهد الختامي. أما تونس فكانت قد وصلت لنصف النهائي بعد تجاوزها المنتخب العماني بهدفين مقابل هدف، ويمني نسور قرطاج النفس أن يصلوا لنهائي البطولة العربية من بوابة المنتخب المصري. The Arab Cup's top scorer, City. أحرز المنتخب اليمني للناشئين لقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد تغلبه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب. تقدم المنتخب اليمني بهدف لاعبه محمد البرواني قبل أن يدرك محمد العيسى التعادل للسعودية في الوقت القاتل من عمر اللقاء، ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لليمنيين بأربعة ركلات مقابل ثلاثة. اليمن السعيد، اليمن السعيد، وعن طريق إمباب اليمن، إمباب اليمن. يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق ليدز يونايتد الليلة ضمن مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي. ويتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب البريمير ليج برصيد 38 نقطة، بينما يحل ليدز يونايتد في المركز 15 برصيد 16 نقطة. ويسعى السيتي لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية والابتعاد في صدارة الترتيب. عبر الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان عن سعادته بالعودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو من جديد، حيث سيواجه فريقه القديم ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.